هاتف الإخبار مشاهدي قناة النيل الأزرق لهذه الليلة، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. شارك عضو مجلس السيادة الانتقال الفريق مالك عقار يرافقه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم ولاية النيل الأزرق. شاركوا منسوبي قوات الحركة الشعبية بمركز التدريب بالديسة فرحة عيد الأضحى المبارك. وقال مالك عقار إن القوات ستكون إضافة للمنظومة الأمنية لتكوين جيش موحد ومهني، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بالانضباط لحماية ممتلكات وموروثات وقيم الشعب. وأوضح حاكم إقليم النيل الأزرق أن مهمة هذه الدفعة هو تأمين السودان وحماية حدود الإقليم على وجه الخصوص. يبدأ يوم الخميس 14 من يوليو الجاري عملية تفويج الحجاج السودانيين في رحلة العودة إلى البلاد عبر الجو والبحر بعدما أدوا مناسك الحج بالأراضي المقدسة. واطمأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس خلال ترأسه بمكة المكرمة الاجتماع الموسع مع البعثات الإشرافية والمتخصصة، اطمأن على ترتيبات تفويج الحجاج إلى السودان، مشيرا بمجهودات مكتب شؤون حجاج السودان في خدمة ضيوف الرحمن. هذا وستضم أولى رحلات البحر حوالي 1488 حاج من ولايات وسط وشرق دارفور والخرطوم والجزيرة. الاجتماع إلى تقارير الأداء للبعثات المتخصصة في الموسم الأول، كما وقف الاجتماع على مجمل الأوضاع الخاصة بحجاج السودان بعد أداء شعيرة الحج لهذا العام واستقرار الحجاج بمخيماتهم بمنى لقضاء أيام التشريق. أشاد السيد الوزير بكافة مكونات بعثة الحج السودانية للمجهود الذي بذل في خدمة ضيوف الرحمن بصفة عامة وحجاج السودان بصفة خاصة. أكد نائب رئيس مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي أن الحوار والتوصل لتوافق يرضي الجميع هو السبيل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال حفل المعايدة التي نظمها بمنزله بمدينة درمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تلقى التهاني من قيادات وأنصار حزب الأمة بمشاركة عدد من القيادات السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسية ورموز المجتمع. ودعا عبد الرحمن الصادق المهدي إلى إعلاء روح التسامح والتراحم خلال هذه الأيام المباركة. هذه المناسبة أيضا وبتهنئة الشعب السوداني عبرهم أحيي كل الحادبين على مصلحة هذا الوطن والحريصين على معالجة الأزمة الوطنية، ولكن أقول إن التوافق هو المدخل الأساسي لإيجاد هذه المعالجة. وعلى كل السودانيين جميعا والقوى السياسية تحديدا أن تتجاوز المرارات وتتجاوز كل التقاطعات السياسية والصراعات الحزبية، وأن تنظر إلى أن السودان الآن بين أن يكون أو لا يكون، ونحن نرى أن الإخوة في المؤسسة العسكرية شركاء الشعب السوداني في ثورته العظيمة، أن هذا العيد هو دائما مناسبة للتسامح والتصافي والتعافي بيننا، ونحن الآن في ظروف حقيقة صعبة جدا جدا من احتقان سياسي اجتماعي اقتصادي كل الموبقات، نحن في مشاكل كبيرة جدا جدا، ولذلك لا بد لنا من وقفة من الذات أن نجعل هذه المناسبة مناسبة تعافي وتصافي ونقلب الصفحة. من جانبه امتدح وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت جهود المملكة العربية السعودية عبر مكتب رابطة العالم الإسلامي بالخرطوم ومساهماتها الكبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية للفقراء والأيتام. وأشاد خلال تدشين مشروع كبش العيد وتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والأيتام والشرائح المتعففة في ولاية الخرطوم الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي مكتب السودان بجهود المملكة في تسهيل وتقديم كافة المشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاستقرار ومحاربة الفقر بالبلاد. وقف والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان على توسعة مصرف شارع بيت خاتم لتصريف مياه الأمطار من شرق المطار إلى المصرف الرئيسي. ووجه والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان بإزالة الأنقاض ومخالفة الحفر من الطريق العام حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المرور. ودعا الوالي المواطنين بالصبر على المضايقات التي تسببها أعمال الصيانة،
وكشف عن نية الولاية إنشاء مصرف موازي للمسار الغربي لشارع بيت ختم لحل المشكلة أو مشكلة تراكم مياه الأمطار في الشارع بصورة جذرية. جن العاملين كلهم مهندسين وفنيين وآلات شغالة يعني بصورة كثافة، وعشان الطريق يعني يعود للخدمة في أقل وقت ممكن. إن شاء الله الآن تم وضع العبارات، وبعد شوية إن شاء الله حيتم فتح الطريق. إن شاء الله كل المناطق المستهدفة تتم معالجتها قبل يعني انتهاء عطلة العيد. تحت شعار نحو مجتمع أفضل تحفه روح المحبة والسلام، نظمت المبادرة المجتمعية التنموية في السودان المواعيد السنوية لطلاب السكن الداخلي بجامعة بخت الرضا ونزلاء سجن الدوين بولاية النيل الأبيض، وذلك ضمن برنامج مبادرة سجادة خور المطرق لتعزيز روح المحبة لكل المجتمعات. وشمل برنامج المعايدة تقديم وجبة الأضحية وفقرات ثقافية ومدايح نبوية. وتأتي هذه المبادرة برعاية الشيخ الطيب الشيخ برير الطريقة السمانية سجادة خور المطرق. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة. وتنبأت الهيئة في نشرتها اليوم الاثنين بهطول الأمطار خفيفة إلى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات كسل القضارف، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال وجنوب وشرق كردفان، جنوب وشرق وغرب دارفور. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، ختاما تقبلوا تحياتي والفريق العامل، وكل عام وأنتم بخير.